ماذا عن كلام الله سبحانه وتعالى؟ سبحانه وجل في علاه وجدنا القانون التالي الذي ينطبق على كل سور القرآن 114 سورة حلوهو. أن الله عندما أنزل هذه السور أنزلها وكأنك أمام برنامج كمبيوتر لكل سورة كلمات محددة خاصة بها لم توضع إلا في هذه السورة على مستوى القرآن كله لا تتكرر في سورة أخرى ولا في أي سورة أخرى وهذا ينطبق على 114 سورة عدد سور القرآن سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر هذا الكتاب الني سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع لقائكم الجديد المتجدد برنامج انزله بعلمي. من رحمه الله تعالى ان خلق للانسان عقلا يهتدي به الى حقائق الكون من حوله. هذا العقل نعمه الله الكبرى التي جعلت رجلا يعيش في صحراء لا يقرا ولا يكتب فلما سالوه كيف اهتديت الى وحدانيه ربك وادركت ان للكون اله؟ فنطق عقله وقلبه على الفطره وهو يقول نظرت حولي فاذا البعره تدل على البعير وخطى السير تدل على المسير اجبال اسماء ذات ابراج وبحار ذات فجاج الا تدل على وجود اللطيف الخبير اسمحوا لنا ان نرحب مجددا بضيفنا العالم الجليل والباحث الكبير في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم دكتور عبد الدائم الكحيل مرحبا بكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا نستنير بكم اللقاء والله الله نرى مارك. نور الملائكة يحف مثل هذه المجالس التي الله نتحدث فيها معكم الله. في حقائق القرآن مم. وحقائق الإعجاز العلمي مم. ولنبدأ بسؤال كما تعودنا مم. في كل حلقة مم. 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 هل من جديد في أبحاثكم الكريمة القيمة عن التحدي اللغوي في القران الكريم بعد ان طفنا معك في تحدي واعجاز القران العلمي، عايزين نخرج الى الناحيه اللغويه نعم،, نعم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه صلى وسلم. وسلم النبي الامي وعلى, وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا، الحقيقه والله يعني انت عندما تجلس مع القران تنسى هذا الوجود، تنسى الكون يا سلام تعيش في رحاب الله عز وجل يا سلام, يا سلام. كيف لا تعيش في هذا الكتاب العظيم والله تبارك وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يا الله يعني شيء عظيم وخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام عندما صلى الله قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله الله لذلك الذي يتعمق بالقرآن يشعر بثقل هذا الكلام بقوه مم. هذا الكلام نعم ولو نعم. ان قرانا سيرت به الجبال هذا القران فيه طاقه الله اكبر خفيه تستطيع ان تسير الجبال الله اكبر او كل ما به الموتى تصور مهو. ان الميت يمكن ان يكلم بالقران سبحان الله ولو ان قرانا سيرت به الجبال من قوته وعظمته نعم اذا هذا الكتاب العظيم فيه طاقات هائله، فيه اعجاز هائل، ولكن هل من مُدّكِر كما قال تعالى ولقد قلنا. يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكِر؟ مجالنا من المذكرين يا رب كثير من الملحدين يقولون ان هذا القرآن لا يحوي اعجازا رياضيا منظما ينطبق على كل القرآن، يقولون تأتون من هنا بكلمه ومن هنا بشذره ومن هنا بومضه وهذا ليس اعجاز وعندما ناقشني احدهم قال انا لا اقتنع الا اذا اثبتت لي ان هناك قانونا رياضيا او لغويا ينطبق على كل القران زي ما يقال عنها المنظومه منظومه لي منظومه نعم. نعم والمنظومه احيانا قد تنطبق على سوره والسوره اخرى تنطبق عليها منظومه اخرى ولكن هذا طلب طلبا محددا هذا سؤال ذكي خبيث لكن في نفس الوقت ذكي يعني وقادني سؤال زكي الى اعجاز اكتشفته بفضل الله تبارك وتعالى لاول مره يعني هو يكتشف عجيب قبل سنتين او ثلاثه تقريبا الله اكبر عجيب هذا الكتاب العظيم يجب ان يكون في كل سوره ميزه تنطبق على السوره التي بعدها وهكذا الى اخر القران اه كيف دكتور؟ فمن أين تبدأ؟ آه. اكرمنا الله بأن قمنا ببرنامج إحصاء القرآن الكريم نعم. الذي هو أكبر برنامج حتى الآن لإحصاء كتاب الله تبارك وتعالى نعم. الذي لا تنقضي عجائبه موجود على موقعكم؟ وموجود مجاناً على الموقع لمن أحب أن يحمل ويستفيد ويرى هذه العجائب موقع باسم عشان المشاهدين نعم موقع الكحيل نعم. الكحيل دوت نعم, نعم. المهم هذا الـ 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 البرنامج وضعنا فيه ميزه ايوه اننا نريد ان نعرف كلمات كل سوره ما عدا المكرر والفرق بينها وبين السوره التاليه آه. يعني هذه دراسه آه. احصائيه دقيقه جدا لم يقم بها احد من قبل على فكرة. ان شاء الله وهو الله الهام بي. من الله سبحانه وتعالى الله يزيدك يا دكتور فكانت تظهر امامي مفاجات ان هناك كلمات عجيبه جدا يعني مثلا اكبر مؤلف في العالم لا يستطيع ان يستخدم كلمات جديده من اول الكتاب الى اخره يستحيل استحاله سوف يستنفذ ذخيرته اللغويه ومفرداته اللغويه بعد عدد معين من الصفحات بعد 500 صفحه 600 صفحه الصح. لن يجد سيكون قد استنفذ كل ما لديه الرصيد نعم نعم وقد تجد ان هناك صفحات فيها كلمات تذكر لاول مره صفحات مكرره مما قبلها هذا كلام البشر نعم نعم طيب ماذا عن كلام الله سبحانه وتعالى سبحانه وجل في وجدنا القانون التالي الذي ينطبق على كل سور القران 114 سوره ألا ان الله عندما انزل هذه السور انزلها وكانك امام برنامج كمبيوتر لكل سوره كلمات محدده خاصه بها لم توضع الا في هذه السوره على مستوى القران كله لا تتكرر في سوره اخرى ولا في اي سوره اخرى عجيب. وهذا ينطبق على 114 سوره عدد سور القران ده منظومه حقيقيه يعني نعم ومثبته سبحان بلغه الموزن. الارقام ولغه ال 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 الاحصاء سبحان الله اذا هذه الميزه طبعا انت ستطلب دليل لترى نعم ذلك نعم على يعني. اقول لك نعم. اعطني دليلا يعني. فساعطيك قبل ان نعرض اللوحات سوره من اواخر سور القران وهي سوره الكوثر منطقيا بما انها السوره الاخيره تقريبا يعني ترتيبها 108 يعني يوجد بعدها مثلا ست سور فقط فهذه السورة ينبغي أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام لو هو كتبها كما يدعي استنفذ ذخيرته اللغوية خلال 108 سور صحيح صحيح صلى الله عليه وسلم القرآن الصراحة. 600 صفحة هي تقع في الصفحتين الأخيرتين صحيح طيب بعد 600 صفحة هل هناك كلمة جديدة يمكن أن يذكرها؟ ربما يتكرر يعني, يعني والعياذ بالله هذه السوره العظيمه الصغيره الذي ت... وهي اصغر سوره في القران اقصر سوره معروف انها اقصر سوره اقصر سوره نعم. في القران 42 حرفا فقط وعشر نعم. كلمات فقط نعم انظر معي إن اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر جميل عشر كلمات ايوه يوجد فيها خمس كلمات جديده لم تستخدم الا في هذه السوره نصف 50% يا للعجب احصيهم دكتور نريد اعطيناك لم ترد في... لم ترد الا هنا وردت أعطى ولكن عطينا. أعطيناك لم ترد لهنا هنا صحيح. صحيح الكوثر مرة واحدة في القرآن في هذه السورة صحيح لم صحيح. تذكر صحيح شانئك الأبتر انحر لم تذكر إلا هنا فقط بالمناسبة أكرمني الله يعني أريد أراجع حفظ القرآن كاملا فأنا أراجع معك هذه حقيقة أنا, أنا أتذكر معنا. بحفظ القرآن ليست هذه الكلمات مكررة ومن لا يصدق فليخرج لنا الكلمة المشابهة يعني مثلا كلمة الأبتر لا يوجد غيرها في القرآن لا يوجد نعم نعم مراجعة نعم حفظ مراجعة كمبيوتر لن تجدها نعم. هذه السورة إذا تحوي خمسين بالمئة منها كلمات جديدة الله أكبر هل هذا من صنع بشر أم هو ترتيب ونظام إلهي نكتشفه اليوم في هذا القرآن سبحان الله القليل القدير جزاك الله خير دكتور يعني أنت تسمع أخي المشاهد سورة هي أقصر سورة في القرآن ونتحدى بها كمسلمين موحدين بالله أن فيها كلمات إنفردت بها الصورة لم تأتي في صور أخرى أبعد ذلك نستمع إلى من يقول إن القرآن من صنع بشر لا والله إنه من انزال رب القوى والقدر سبحانه وجل في علاه. أنزله بعلمه. عمت حكمته الكون وشمل علمه الخلائق كلها. أخي المشاهد تابع معنا واستمتع بهذه الرحلة الإيمانية في التحدي اللغوي للقرآن. ونستكمل مع باحثنا وعالمنا الجليل تفضل دكتور بارك بكم. الله بكم اذا وصلنا الى قانون رقمي لغوي ينفرد به القران وينطبق على كل سور سور القران المئة والأربعة عشر جميل دعني ارى معك التفاصيل من خلال هذه اللوحات لكي يستوعب القارئ الكريم او المشاهد الكريم صدق هذا الكلام ومن يحب يستطيع ان يتاكد من خلال البرنامج جميل جميل عدد كلمات القرآن كم؟ نحن لدينا الرسم العثماني للقرآن وهو الرسم المعتمد، الرسم الأول. عدد كلماته 16973 من دون تكرار. مم. يعني هذه كلمات كلمات القرآن كاملة مع المكرر أكثر من 77000. ايوة و 432، نعم ولكن عدد كلمات القرآن 16973 كلمة حسب رواية حفص عاصم يعني هذه مكرر. التي لم تتكرر جميل جميل عدد الكلمات المنفردة في القرآن والتي لم تذكر إلا مرة واحدة 10361 كلمة هنا في عبد يعني ما الفرق بين هذه وهذه نعم وعلي. هذه الكلمات 16973 هي كلمات القرآن كله ولكن ما عدا المكرر اه الكلمة المكررة يعني قد لا. تكون الكلمة مكررة مئة مرة ولكن نحن نعدها مرة جميل الثانية بقى العدد الثاني ال 10360 كلمة 61. هذه 61 كلمة هذه الكلمات كل وحدة منها ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن لم تتكرر آه أبدا فهمت الآن فهمت يعني القرآن لدينا نعم. نسبة يعني ستين أكثر من ستين بالمئة من كلمات القرآن منفردة هذا عجيب ظاهرة أجزب. عجيبة يعني الله أكبر يعني تصور أن كتاب يحوي ستاش ألف وتسعمية وكذا عشرة آلاف منه لم تتكرر أبداً مرة واحدة فقط تذكر أكثر من نص أكثر من 50% أكثر من 60% أكثر من 60% تصور يعني غير مكرر وكل سورة من سور القرآن المئة وأربعة عشر تحوي كلمات منفردة خاصة بهذه السورة لم تتكرر إلا في هذه السورة فقط الذي يوزعها خالق سبحان الله أحسه الآن أنا أقول لك صدقا عندما أقرأ القرآن وأبحث أشعر أنني أمام ما فوق برامج الكمبيوتر المعقده شيء منظم سبحان منظم, الله منظم. يعني انزله بعلمه انزله دعني ارى معك نبدا بسوره الفاتحه جميل سوره الفاتحه التي هي اول سوره في القران فيها ثلاث كلمات لم تذكر الا في هذه السوره جميل يعني نستعين لم تذكر كلمه نستعين مره م. واحده في القران في سوره الفاتحه طب في استعينوا بالصبر والصلاه كلمه اخرى اه تقصد المبنى نفسه الكلمه, كلمة ذات الكلمة, ذات الكلمة ذاتها الكلمه نعم. ذاتها لم تذكر الا هنا نعم. المغضوب لم تذكر ذكرت مشتقات كثيره ولكن هذه الصيغه تحديدا المغضوب لم تذكر مم. مقياس دقيق نعم. كلمه مالكي بالكسر لم تذكر الا هنا ذكرت مالكو بالضم دقه سبحان الله يعني سبحان كلمه الله. منفرده حتى في حركات الاعرابيه مم. لم تتكرر إلا لم تتكرر في هذه السوره مالك لم تتكرر الا في الفاتحه فقط سبحان الله سبحان الله سوره البقره اللوحه التاليه اذا احببت مليئه بالكلمات المنفرده مليئه فيها 762 كلمه منفردة لم تتكرر الا في سوره البقره خاصه بها الله اكبر عبتنين. يعني هذه المنظومه الـ 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 اللغوية المنفردة خاصة بسورة البقرة مثلا استوقذا صحيح كصيب طالوج يعني كلمات ترى رقم رقم مهيب يعني تصور يعني في سورة واحدة دعني أنتقل معك إلى بعض السور القصيرة مثلا لنأخذ الله. مثال على أي سورة تحب مثلا سورة قريش على الرغم من قصرها تحوي تسع كلمات منفردة وهي قصيرة جدا وفي أواخر القرآن سبحان الله سورة قريش يعني نعم. لإلاف لا تقرأها إلا في سورة قريش صح؟ نعم طيب قريش مرة واحدة فقط في القرآن في هذه السورة نعم وكأن الله قبل أن ينزل هذا القرآن يعني سبحانه وتعالى خصص هذه الكلمة لهذه السورة قبل أن ينزله لذلك الله. هو أنزله بعلمي إلافهم طيب كلمة رحلة أين وردت؟ في سورة قريش فقط سبحان طب الله. كلمة الشتاء مرة واحدة في القرآن في سورة قريش كلمة الصيف مرة واحدة يعني تحدي سبحان الله تحدي دعني أنتقل للمزيد فقط ليطمئن يعني المشاهد الكريم أننا نتحدث بلغة الحقائق نأتي للسورة التي تعدل ثلث القرآن وهي سطر واحد سورة الإخلاص الله تحوي أربع كلمات منفردة الصمد ذكرت مرة واحدة فقط في سورة الإخلاص فقط. سبحان الله. يلد مرة، يولد مرة، كفوا مرة، وكأن الله تعالى يعني يضع كلمات تدل على هذه السورة وخاصة بهذه السورة ويضعها ضمن هذه السورة، لا يضعها في أي الله. سورة أخرى. سبحان الله. سبحان يعني الله. هل هذا في مقدور بشر سبحان أن الله. يقول أنه سيأتي بمثل القرآن؟ عبث هذا وليس تحدي. نعم نعم نعم. نعم. دعني انتقل الى اللوحه التاليه جميل. فقط انا اريد ان جميل. اقدم الكثير من الامثله جميل. حسب ما يتسع الوقت. نعم سوره الفلق التي هي سطر واحد فيها سبع كلمات منفرده وهي في اواخر قبل اخر سوره رقمها 113 الفلق صحيح سبع كلمات طيب كيف للسورة تتالف من يعني كلمات قليله ياتي سبع كلمات جديده الفلق غاسق وقب النفاثات العقد حاسد وحسد انظر الحسد لم يرد هنا كان الله يريد ان يقول لك انا وضعت هذه الكلمات فقط لهذه السورة سانتقل معك ايضا الى اخر سوره من القران سوره الناس هنا يعني المنطق يقول انه ينبغي ان لا نجد اي كلمه جديده رغم ذلك نجد ثلاث كلمات الله اكبر وكلها بنفس المعنى الوسواس الخناس يوسوس خاصه بالشيطان يعني حتى نوعية الكلمات المنفردة لها دلالة، ليست عشوائية. نعم. في الفاتحة لا توجد مثل هذه الكلمات، نعم توجد نستعين، انظر الاستعانة. مم. سورة الكوثر فيها كلمات خاصة بها، الكوثر. مهر في الجنة. سورة الاخلاص فيها اسم عظيم لم يذكر الا مرة واحدة، الصمد مرة واحدة فقط. دلالة. السورة التي تتحدث عن الاستعاذة من الجن والانس وكذا، كلمات المنفردة تتعلق بهذا الموضوع يعني مم. هذا اعقد من موضوع كمبيوتر سبحان هنا دخلنا الله. في معاني الكلمات ودلالاتها الله اكبر ولو كان يسمح الوقت يعني ممكن ان نسرد الله الاف الاف بطور. الامثله طبعا لا اعرف جزاك الله خير دكتور يعني مم. يعني الومضات التي قلتها نعم و... يعني وان كانت قصيره في الدقائق الا ان معانيها مثل الجبال، وقفت متعجبا امام هذه الرقم للكلمات المنفرده في سوره البقره وحدها 762 كلمه هذا يدلنا الله. على اعجاز عجيب ياتي النبي أكيد. في الحديث فيشير الى ان سوره البقره كلها بركه الاخذ بها بركه وتركها حصرة لا يستطيعها البطل ولا يقدر عليها السحره ربما عرفنا اليوم سر ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ان نقراها في بيوتنا لانها سوره كباقي سور القران معجزه ولكنها انفردت باشياء وعلوم تطرقنا اليوم الى بعضها لا املك الا ان اقول في نهايه هذه الحلقه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا والغار غرد ذكره جبريل يقرا كررا قد احكمت اياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا